مشاهدينا اهلا بحضراتكم. الزمالك يضم صفقات جديدة قبل مباراة نهائية سوبر الأفريقية مع الأهلي لدعم صفوف فريقه، خاصة بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد. فمن اللاعبون الذين انضموا للقلعة البيضاء؟ كل هذه التفاصيل وأكثر سنستعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية الرياضية. القلعة البيضاء تسعى لضم صفقات جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالصفقات القوية، خاصة بعد نجاح المجلس في إنهاء أزمة إيقاف القيد على القلعة البيضاء ومخاطبة الفيفا بسداد قيمة المستحقات المالية المتأخرة ليتم رفع القيد والسماح للنادي بقيد الصفقات الصيفية. إذ أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخرا أنه تم الانتهاء من كل الأزمات الخاصة بإيقاف القيد خلال الفترة الحالية، وذلك بعد سداد جميع المستحقات الخاصة بمساعدي فيريرا مدرب الفريق الأسبق، بالإضافة إلى اللاعب الغاني بنجامين أتشيميونغ. حيث كتب عمرو أدهم عبر حسابه على منصة إكس: جرى تلقي اختيارات الفيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا. وقرار رفع القيد هذا جاء في ظل رغبة مجلس إدارة نادي الزمالك دعم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على رغبة من جانب جوزي جومين المدير الفني للفريق. وعن صفقات الزمالك الجديدة، فقد استطاع النادي إتمام التعاقد مع اللاعب السنغالي سيدي ناداي في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات، وسوف يتم قيد اللاعب تحت السن لأنه من مواليد 2005 ويبلغ من العمر 19 عاما. وقد وصل ناداي إلى القاهرة وخضع إلى اختبارات الكشف الطبي واجتازها بنجاح. كما أعلن الزمالك عن إتمام تعاقده مع نادي إنبي لضم اللاعب محمد حمدي صاحب 21 عاما لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل مبلغ 3 ملايين جنيه، مع أولوية نادي الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب في حالة البيع النهائي. وكان قد شارك اللاعب محمد حمدي مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس لعام 2024، وشارك مع نادي إنبي في 30 مباراة خلال الموسم الماضي. وأيضا نجح الزمالك في ضم محمود بن تايك الظهير الأيسر المغربي من نادي سانت إيتيان الفرنسية لمدة موسم بنية الشراء، وخلال الفترة الماضية وصل إلى القاهرة قادما من فرنسا. واجتاز بن تايك الكشف الطبي بنجاح في أحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بنادي الزمالك برئاسة محمد أسامة طبيب الفريق. كما تم التعاقد مع عمرو فرج المهاجم الفلسطيني القادم من نادي أيك السويدي، وضم أرون سالم المهاجم الجابوني في صفقة انتقال حر. فنادي الزمالك يسعى إلى إبرام صفقات قوية قبل مباراة نادي الزمالك مع النادي الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي لعام 2024، والتي من المقرر أن تقام على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري. وينتظر مجلس إدارة النادي لانتهاء من مباراة الفريق مع الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي وغلق ملف الانتقالات الصيفية ليبدأ النادي في فتح ملف التجديد لنجم نادي الزمالك اللاعب أحمد مصطفى زيزو.
حيث كان قد اتفق الزمالك بعزيزو على إغلاق ملف التجديد مؤقتا لحين الانتهاء من مباراة الفريق في السوبر الإفريقي، ويعتبر زيزو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها فريق نادي الزمالك ولا يمكن الاستغناء عن خدماته في الوقت الحالي. ومن ناحية أخرى، كان قد أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية رحيل محمد أشرف روقة عن صفوف الفريق بشكل رسمي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وأوضح الزمالك في بيان رسمي أن اللاعب حصل على الاستغناء الخاص، كما أن عقد اللاعب الذي كان من المقرر أن يستمر 3 مواسم بداية من موسم 2022 و2023 كان قد بأحقية نادي الزمالك بإنهاء التعاقد بعد الموسم الثاني 2023 و2024 وهو ما حدث. وبناء على ذلك فقد أصبح اللاعب حرا للعب في أي فريق بالفترة المقبلة، وحاليا يمتلك أشرف روقة عدة عروض من أندية الدوري الممتازة، أبرزها النادي المصري والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، ويفاضل روقة بين العروض التي سيتلقاها الأيام المقبلة لحسم مصيره ووجهته المقبلة. وبعد رحيل روقة ازداد عدد اللاعبين الذين رحلوا عن الزمالك خلال موسم 2023 و2024، إذا رحل في الأوقات السابقة كل من ترافيس وموتيابا وإبراهيم نداي وياسر حمد ومحمود علاء ويوسف أوباما ومحمد عواد، وانضم للقائمة محمد أشرف روقة. فيما يقترب من الرحيل الخماسي سامسون أكينولا ناصر منسي ومهاب ياسر وسيد نيمار ومحمد عاطف، بالتنسيق بين البرتغالي جوزيه جوميزا مدرب الفريق وبين إدارة النادي برئاسة حسين لبيب. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية الرياضية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.